السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين كرام متابعي قناة الخلاصة كورة. مبدئيا كده بعتذر لحضراتكم عن التأخر، أنا عندي ظروف الأيام ديت تخليني أعمل فيديو متأخر، أنا آسف جدا لحضراتكم. متابعين كرام، ترتيب فرق الدوري السعودي وترتيب الهدافين بعد مباراتي اليوم، مباراة الهلال ومباراة الأهلي. طبعا ترتيب فرق الدوري السعودي وترتيب الهدافين. متابعين الكرام، لاول مره تزورنا في القناه انزل اشترك في القناه بالضغط على الزر الاحمر اسفل الفيديو، مكتوب على الاشتراك او سبسكرايب، اعمل لايك للفيديو وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد باستمرار باذن الله تعالى. اليوم الثلاثاء 11/1/2022، 11 يناير 2022، الطائي خسرت من الهلال 0-4. احرز هدف الهلال جانج هيون سو في الدقيقه الثانيه، موسى ماريجا في الدقيقه 18، مد الله العليان في الدقيقه 54، وموسى ماريجا في الدقيقة 71. مضلة ده مش عارف اسم صح ولا غلط، ان شاء الله يكون صح، يعني انا اقصد يعني يكون. ما علينا ما علينا. الفيصلي تعادل امام الاهلي، متابعين الكرام، 2-2. احرز دفاع الفيصلي هشام فايق في الدقيقة 10 وغيلهيرم فيرا في الدقيقة 55. هدفي الاهلي ضربة جزاء لعمر السومم في الدقيقة 4 من نقطة الضعف في الشوط الاول، تم طرد اللاعب محمد الخبراني في الدقيقة 74. عمر السومه سجل هدف الثاني ايضا في الدقيقه 81 للنادي الاهلي. متابعينا الكرام، خلينا نتعرف على ترتيب فرق، ولكن بدات الجوله يوم الجمعه 7/1/2022. الباطن تعادل امام الاتفاق 0-0، التعاون فاز على حزم 2-1، والاتحاد فاز على الفيحاء 2-0. ويوم السبت 8/1 دمك خسرت من النصر 0-2، الفتح خسرت من الرائد 2-3، والشباب تعادلت امام ابها 1-1. واستكملت المباريات طبعا اليوم الثلاثاء، لان الهلال والفيصلي كانوا بيلعبوا طبعا في كاس السوبر السعودي. تمام الكرام، خلينا نتعرف على ترتيب فرق الدوري السعودي وترتيب الهدافين. انا طولت عليكم قوي، انا عارف يعني، اسف جدا لحضراتكم. متصدر ترتيب فرق الدوري السعودي في المركز الاول الاتحاد ب 35 نقطه، الشباب المركز الثاني ب 32 نقطه، والاتحاد كمان لعب مباراه اقل يعني له مباراه مؤجله. النصر في المركز الثالث ب 29 نقطه، الهلال المركز الرابع ب 27 نقطه ولهم مباراة مؤجلة اللي هي أمام الاتحاد. ضمك المركز الخامس ب 26 نقطة، الرائد المركز السادس ب 24 نقطة، الفيحاء المركز السابع ب 21 نقطة، أبها المركز الثامن ب 19 نقطة، الطائي المركز التاسع ب 19 نقطة، الاتفاق المركز العاشر ب 18 نقطة، التعاون المركز الاتفاق المركز العاشر أيوه الاتفاق التعاون المركز الحادي عشر ب 17 نقطة، الفتح المركز الثاني عشر ب 16 نقطة، الأهلي المركز الثالث عشر ب 16 نقطة، الفيصلي المركز الرابع عشر ب 16 نقطة، الباطن المركز الخامس عشر ب 15 نقطة، والحزم المركز السادس عشر والأخير ب 11 نقطة. خلينا نتعرف على ترتيب الهدافين. متصدر الهدافين اللاعب تاليسكا لاعب النصر في المركز الأول ب 11 هدف، المركز الأول أيضا أوديون إيغالو لاعب الشباب ب 11 هدف، المركز الثاني ليندر توامبا لاعب التعاون ب 10 أهداف، والمركز الثالث كريم البركاوي لاعب الرائد ب 9 أهداف، ورومارينيو لاعب الاتحاد. والمركز الرابع فتنبي جوميز لاعب الهلال ب 8 اهداف، واميليو زلا لاعب ضمك، وجوليو تافاريز المركز الخامس لاعب الفيصلي ب 6 اهداف، ورامون لوبيز لاعب الفيحاء، وفينسنت ابو بكر لاعب النصر. متابعينا الكرام، بالنسبه لترتيب صناعه الاهداف، متصدر صناعه الاهداف ايجور كورونادو لاعب الاتحاد صنع 8 اهداف، المركز الاول ايضا تختيستايز لاعب الفيحاء، والمركز الثاني احمد الزين لاعب الرائد صنع 6 اهداف، وماتيوس بريرا لاعب الهلال، والمركز الثالث عبد الله العمار لاعب ضمك صنع 5 اهداف، المركز الرابع برونو هنريكي لاعب الاتحاد صنع 4 اهداف، وازغيان اليوسكي لاعب الاهلي، وايفير بنيغا لاعب الشباب، وهتان بهبري لاعب الشباب، وناصر الدوسر لاعب الهلال، وساندرو لاعب التعاون، وفينسنت ابو بكر لاعب النصر. اشترك في القناه فعل زر الجرس، اعمل لايك للفيديو. كان معكم محمد نور الدين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.